لازم ارفع الصوت المجرب. اتلعبت ضربة المرمى عادت لسوري مكة وسوري مكة لسوري مكة لسوري مكة. نعم محمود ابراهيم بالرقم 9 محمود. هذا الهدف المحمول محمود ابراهيم. هذه الكرة عالمية من جانب محمود يسجل الثنائية لفرقة نسور مكة. محمود ابراهيم يسجل الثنائية لفرقة نسور مكة. النتيجة نعم نتيجة اللقاء 2-1 داخل أرضية الميدان، 2-1 داخل. ماجد دغريري عندك أسماء للأمانة تتميز دائما. آتم مشاكس الغايمة طويلة جدا، ومن ثم بعد ذلك موسى التاريخ. الأسماء اللي دائما ما تكون حاضرة وتقدم صورة إيجابية على مستويات التحكيم الرياضي المكاوي. قيم لعبة حاضرة للعب لمين في كل مرة يبحثون عن محمود. من أجل ماذا؟ من أجل هو المحمود يبحثون عن في كل مرة من أجل صناعة الخطورة. أيها السادة أيها الحضور، الشوط الأول ينقضي وينتهي بنتيجة 2-0. صاحب الثنائية فريق نسور مكة، صاحب الهدفين نعم اللاعب محمود. متعكم الله بأصنعكم أصاركم محيتم. بشير الحساس عبر ميديتكم ومن ديال عصوم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. والاجواء الكرنفاليه داخل ارضيه هذا الميدان، اجواءها كرنفاليه متعتها كبيره وتحدياتها كبيره ايضا. لكن المباراه الثالثه يا سلام، المهاره تصويب فريق النسور من تقدم في الشوط. هذه اللعبه داود يبعدها داود لكره عاليه للعبه حاضره. بعد ذلك التمريره، البحث عن كره عرضيه، شاهد المهاره يا سلام، هروب وعبور تصويبه. لكن بعد ذلك غادرت ارضيه الميدان فيها ضربه مرمى مدرب فريق المجرب المدرب وليد هوساوي. لسان حاله ليس هكذا يا ولدي، هكذا لسان حالي والتي وليد. لسان بطولة الرابطة، الحدث الأكبر والأبرز المنتظر في الأيام القادمة. رمية جانبية، أتلعب التصويب يا سلام. بعد ذلك غادرت أرضية الميدان فيها ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى حاضرة. نعم أول انتصار في أول دور عبر هذه البطولة. إذا الخطوة الكرة الثابتة، الخطوة واللعبة الثابتة الحاضرة داخل أرضية الميدان لفرقة نسور مكة. تلعبت الكرة عالية، بعد ذلك راسية، لكن غادرت أرضية الميدان فيها ضربة مرمى. غادرت أرضية الميدان فيها ركلة زاوية وركنية نعم لفرقة النسور، زاوية وركنية حاضرة يا سلام. العرضية بعد ذلك في الجدار الدفاعي، ما زالت داخل أرضية هذا الميدان لعبة لصاحب هذه الفكرة، اللي يقف في رأس هرم هذه البطولة، عاشق الرياضة في مكة. لا 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 يا محمود، نعم محمود يا سلام أنا علي أن أقول ما شاء الله، أنت عليك أن تقول تبارك الله. هذا الملعب هي أجمل الأركان في هذا الملعب، ركنية وزاوية. اتلعبت والبحث عن الرأسية الذهبية يا سلام. لا 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 نسور مكة، فن وإبداع وإيقاع وموسيقى. صالح ابراهيم، بالرقم 21 سجل الهدف رقم 3 لفرقة نسور مكة داخل أرضية الميدان. جمالية النسور، إيقاع النسور، فن النسور، إبداع النسور. يا سلام على عيال. عليهم أن يرتب أوراقه في الأيام القادمة عبر هذه البطولة. الرابع صارت 4 محمود مهاري، محمود شيطان يبحث عن ركلة جزاء، يبحث عن بلنتي داخل أرضية الميدان، لكن إبعاط من جانب الدفاعات، إبعاط عن المكان. تلعبت اللاعب رقم 10 اللاعب حسين السيد. هذه اللمسة وهذه السرعة عرضية ممكنة من هذا المكان، بعد ذلك إبعاط حتى المدافع، حتى المدافع يقول أنا لها. أيها السادة، أيها الحضور، ما بين فريق النسور وما بين فريق المجرب، النسور أفضل لاعب في هذه المباراة، أفضل لاعب محمود، أفضل لاعب محمود تحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة من جانب النسور.